فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم تعلم أحكام التجويد ومخارج الحروف بالنسبة لطالب العلم؟ القرآن كلام ربنا، تكلم به ربنا ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والقرآن مبني على التلقي، فكان القراء يعلمون الناس القرآن، وقد تلقي القرآن بتجويده ومخارج الحروف، ثم اجتهد العلماء فوضعوا قواعد للتجويد وللتلاوة. والمطلوب من المؤمن أن يقرأ القرآن كما أنزل، وألا يبالغ في شأن التجويد حتى يطغى على التدبر، فإن بعض الناس يبالغ في التجويد ولا سيما في المدود حتى يلهيه ذلك عن تدبر المعاني، ولا يخشع لتلاوته، وربما تنطع بعضهم في مخارج الحروف تنطعا شديدا. المطلوب من القارئ أن يقرأ القرآن كما أنزل وكما يتلقى عن العلماء، ويحافظ على التجويد وعلى مخارج الحروف، وأن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، لكن من غير مبالغة، كما ينبغي أن نعلم أن القاعدة الشرعية العامة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، فلربما عجز القارئ عن إخراج الحرف من مخرجه، ما يستطيع أن يخرجه من مخرجه التام، فإنه لا يؤخذ بهذا، فإنه لا واجب مع العجز، ولا بد من ملاحظة الاستطاعة، ولا سيما مع اختلاف الألسنة واختلاف اللهجات اليوم، فإنه قد يصعب على بعض المسلمين إخراج الحرف أو إخراج بعض الحروف من مخارجها، فينبغي عليهم أن يجتهدوا قدر استطاعتهم، ولا ينبغي تأثيمهم فيما زاد على ذلك، فهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه، ولا ينبغي أن نكون في هذا الباب لا من أهل التفريط ولا من أهل الإفراط. وأنا يا إخوة أنصح كل مسلم بأن يحرص على أن يقرأ ولو بعض القرآن على قارئ مجيد ويتلقى عنه، فإن هذه سنة السلف، وهي التي يضبط بها أو تضبط بها تلاوة القرآن.